ما زالت الخدمة. الخدمة ما زالت في الكنيسيون. لا مش في نيسيون، ما زالت برشا خدمة أخرى. أي. هي توا إحنا باش جيست معناها خذينا لوكي في التنظيف تاع الكارير. أي. ديشي تاع الكارير. وقعنا هو في برشا ستوك تاع تراب تراب جنينة ما غادي. وهذا توا انتهزوا فيه المصب. هذا هزينا المصب. أي. المصب تاع الكارير. أي. ولا محمد رسول الله ومن بعد باش نعملوا كلوتير هذا. أي. كلوتير سيد الرئيس هذيا. أي. باش نحطوها في التراب لحمة تراب جنينة أول نعبيو فيهم غادي. باش نسكر اللي تورطوار تاع الكياس مبدئيا اي ما توليش مره اخرى زاد لا هي توا انا زاد باش نشرب عليها كعسل انا عندي جروب تاع عسل انا ليش ما عادش يتصب فيها حتى في الغنوه البيت وفما زاد موجوده برشا بقايا ما زالت مش مخدومه ما نتواياج النتواياج اي مازال عندنا فيها شويه فينيسيون مازال عندنا فيها شويه فينيسيون وباش نسكروا الكلوتير هذيا اللي على الكياس باش نسكروها وباش نشرف عليها بجروب تاع اساسه حتى لين هما يعملوا لي بلان تاعها مش باش يعملوا بالضبط تو التنظيف مازال ما كملش معنا افضل برشا من اللي كانت عليه اي معنا كانت خراب في خراب معنا المده تاع 11 ساعه ولا 12 ساعه خراب اي وكان هكا يلزم حتى نتدخل وفي عديد الولايات الاخرى يفترض ان الولايات زاد يتحملوا مسؤولياتهم في تنظيف البلاد مرا اي 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 في هذه وغيرها تو كان مشوا بقايا اخرين تو في لهنا قراب كيف كيف زاد مصب اي لا اي انت ماك تعرف ماك جيت لهنا احنا ايه انا نسكن لهنا وريت كيفاش كان هو كيفاش كان خرجنا منه 1800 سيمي ديشي 1800 1800 سيمي ما راه حبنا مع 10 سنين كان يفترض الناس اللي تولاو الخدمه راه خدمه 1800 سيمي 1800 سيمي لان نتبع في العمل راه اي تبع قاعد يجيو المنطقه كلهم لهنا تبع واللي باش يصب راه باش يتحمل المسؤوليه كامله جزائي اي تو من هنا في ساعه بالنسبه للسياسه هذه انا نشرف عليها بعساس حتى تشوفوا لها تو ساعه حتى الوضع القانوني نتاعها لفته صغيره يعني حبيت ريت كيس هذا انا من بريسك مولود فيه احنا عندنا مشكله سيد الرئيس وانت تعرف ماكش معناها بعيد على الحي هو الكياس هذا نتاع الشنوى بصراحه احنا كحي كامل احنا حي تضام الكل هو كياس الشنوى هذا هو المتنفس الوحيد نعرفه هو الشريان الاساسي نتاع المنطقه لكن الكياس انت تشوف معناها في حجم وين كان وين ولا ترانسبور انت تشوف الكيران ما عرفش وعندك فكره انا لا لا وتم دعم الاسطول نتاع الحفلات المده الاخيره ما عنديش وين تمشي علاش ما عندكش وين تمشي اسطول حفلات متساكنين على معناها على ابي متساكنين بسياراتهم هذا من كلهم يخرجوا في الشنوى مع في الاخر بعد ما يكملوا خدمتهم هذا هو المتنفس الوحيد بالنسبه لتخطيط المدن هو بيدو جريمه في عقد تونس ولكن بالنسبه للنقل على الاقل توفر افضل من الايام التي فاتت النقل توفر من اخر تدخل نتاعك انت توفر شويه نقل ما عادش شدان في الكيران وتكرر نساء ورجال في وسط بعضها احنا سيد الرئيس كياس الشنوي هذا ما عادش يعد لا متساكنين ابي ولا متساكنين لا سياراتهم ولا اسطول تاع ترانسبور ولا حتى لا لا موجود اجى تو ندخل حي خالد بن الوليد افهموا الطريق ولا سوق بالضبط افهموا الطريق ولا سوق ما راهش تتعدى هو الطريق ولكن الانتصاب اللي موجود فيه الطريق غابت تحت النصب عطينا هذيك بالنسبة للنفايات اليومية شيء وبالنسبة للمصبات اللي كما نشوفها توا هذايا شيء ثاني. الأرض السديد الفوق أي ترى القال كلها مصبة. أي بداوا ديجا هما كملوا معنا هذا تقريبا 11 ساعة ولا 12 ساعة أكثر. أي ما الثورة قاعدة. وكان فيها كانت أكثر من هكا سيد الرئيس. ولكن لابد ان تمشي نفوها كامله وتم الاحاطه نتاعها بسياج يلزم يقعد حمايتها باش تعاود ترجع كان عندك حق
تاخذ عندي كان عندك حق تاخذ اي اكيد ثم لكن تبعت راهو جابس ايضا شنني بجنبكم نظيف وسط المدينة معناها تراكمت فيها الفضلات 3145 ألف طن سيد الرئيس علاش كنت تراكم لا لا رفعتها وقت بعد ما دخلت أنا أنا عندي أربع شهور سيد الرئيس لا مش أربع شهور المسألة لها شهرين إيه أنا انطلقت فيها سيد الرئيس من اللي بديت لا عندي شهرين معناها ندخل في عديد المعتمديات وساعات في عديد الأحياء لرفع النفايات لأن المسؤولين الجهويين بلدي. ولا المسؤولين المحليين للأسف مش قايمين بالدور متاعهم واللي ما يقومش بالدور متاعه ما عندوش مكان داخل الدولة هو موجود لخدمة المواطن أكيد سيد لخدمة المواطن أي أكيد أي. لكن أما هي جابس منطقة منكوبة وكملوا النفايات تراكمت فيها بالأطنان تكون مسؤول عليها سيد الرئيس البلدية مسؤولة عليها لأنها معطلة لمدة 5 أشهر وعلاش معطلة؟ معطلة لأن سيد الرئيس فيها في قضايا فساد أنا رفعتها للمحاكم الآن سيد الرئيس حتى شوف القضيه تبع فيها روح لا تبع في القضيه بتاعي كل القضايا تبع في القضيه اي اما انا كما قلت لك ولا ما جيتش في حكم انا الباحث ولكن عدد كبير مش قايمين بالدور بتاعهم لا ما ندخل هذا اليوم باش دخلت معنا منذ 15 يوم لتنظيف مكان 12 سنه هو قاعد في الوضع هذا سيد الرئيس انا رفعت تقارير لكافه الوزراء ولكافه المسؤولين حتى شوف الملف هذا مطلوب شكرا لك السلام عليكم سلام 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 سلام